بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد المستوى العاشر، إن شاء الله النهاردة هنخلص آخر بارت في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2 اللي هو في المستوى العاشر في القسم عندنا. الجزء الأخير اللي هو جزء 18 دوت بنكمل فيه إزاي بيطلع الحديد للقاعدة اللي عليها باي اكسيال مومنت بعد ما جبنا الاستريسز وطمننا على الدبس اللي بيقاوم المومنت والبانشنج والشير. طبعا خلاص الموضوع بسيط جدا. الخطوة السابعة ديت بنجيب الاري اس اي اللي هي نفس الحديد في الاتجاه التاني، عبارة عن الام اي في الجي في الدي في الاف ييلد، وبعد اقول لي قارنه بالاري اس مينيمال 0.015% في الدي واخد الايه الاكبر فيهم، وابتدي اختار الحديد زي ما اتعلمنا ان هو من 5 لكام ل 10 في المتر، واقل قطر 12، ممكن 12 16 18 20 22 اللي موجود في السوق، وابتدي اشيك على البوند بتاعتي. هجيب ال ال دي اي واقارنها بالسي اي، لو لقيت ان السي اي اكبر من ال ال بتاعت الدي اي ديت فبنقول ان احنا هنستخدم شكل ماله ال شيب، اما لو كانت اصغر فكنا بنستخدم اليو اي شيب. الخطوه الاخيره بقى ان انت المفروض هتبتدي ترسم الحديد بتاعي. خلي بالك ان القاعده هنا مربعه، ليه؟ عشان المومنت بيساوي المومنت، ولكن لو انا عندي الام واي لا يساوي الام اكس، لا في الحالة دي القاعدة تبقى مالها مستطيلة، وفي الحالة دي هتجيب بقى نقط كتير، يعني مش هتجيب هنا وهنا 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 بس، لا ده انت لازم تجيب بقى عشان في سيكشن هنا وسيكشن هنا، وتجيب الاي اكس والاي ما بيساويش بعض، الاي اكس والاي واي، وتبتدي تكرر الخطوات السابقة بس مع ملاحظة ان الام اكس ما بيساويش الام واي، وبقت القاعدة مالها مستطيلة وهتشتغل في اتجاهين زي ما خدنا في المومنت اللي هو يعتبر اللي احنا اتفقنا عليه فاكرينه اللي هو ده. لما يبقى القاعدة عندي بالشكل ده، ده بيسموه الايه ريفيرسابل مومنت، فكنا بناخد سيكشن هنا وسيكشن الناحية التانية. نفس الكلام برضك لو انا عندي المومنت لا يساوي، لكن المومنت بيساوي المومنت، مسألة بتبقى سهلة جدا، والعمود زي ما انت شايف مربع. برضك في ملحوظة صغيرة، خلي بالك ان العمود مربع، فما تقوليش ان احنا هنركز الحديد زي ما اتعلمنا قبل كده، لا الحديد بيتحط بالشكل اللي قدامك دوت. ادي الاري اس اي هو الاري اس 2 اي، بي بتاعت الار سي ودي البي بتاعت البي سي، التي بي سي وده التي ار سي وده الواحد متر اللي هو بتاع الاشاره او 60 فاي. المهم اقدر اطلع الديتيل بتاعنا، وبكده يبقى احنا خلصنا شابتر 2 في الكورس بتاعنا اللي هو تصميم القواعد المنفصله ولكن تحت تاثير اكسنتريك فورس. خدنا منها الوان دايركشن مومنت، وخدنا الريفيرسابل مومنت، وخدنا الباي اكسيال مومنت. شكرا والى اللقاء في شابتر 3.